نقطتين في اختيار يحيى السنوار، نقطة متعلقة هو جمع لأول مرة بين حاجتين. دي نقطة مش ظاهرة جدا في الإعلام، أنه هو رئيس الحركة في إقليم غزة. أيوة. ورئيس حركة حماس في كل الأقاليم. مفهوم. فكرة مفهوم. الأقاليم دي موروسة عن حركة فتح. تمام. في إقليم في غزة، وإقليم في الضفة الغربية، وإقليم في الخارج، وإقليم يعني هكذا. النقطتين هنا، النقطة الأولى متعلقة بعلاقة حماس بالجمهورية الإيرانية. إيران. والقراءات بتقول إن إيران في تفضيلاتها لم تكن تفضل السنوار كرئيس للمكتب السياسي. فهل ده رغم أن في إيران أو بالتضاد مع الموقف الإيراني؟ شوف، هو القراءات متعددة. البعض يقول إن هو لأنه كان شكر إيران بعد حرب سيف القدس 2021 وقال السلاح والمال وكذا، لكن نتذكر أيضا أنه في ذات الخطاب وفي ذات المقطع الذي يروج يتحدث إحنا سعينا لكل الدول لنأخذ مالا وسلاحا. تمام. وهم قالوا لنا خلوا الأمريكان يوافقوا وإحنا نوافق، يعني ده المعنى. اتنين، القراءات اللي على الجانب الآخر، جانب الاحتلال الإسرائيلي، يعني جيروزالم بوست مثلا بتحسب التالي، إن اختيار السنوار سوف يسهل أي تسوية سياسية. يسهل ازاي منطقة؟ اولا هو القوة الحقيقية، هو كان القوة الواقعية، هو كان القائد الواقعي، فالواقعي صار رسميا يعني انت لا جديد. تمام. كأن الاخرون يقومون بدور الصور وهو الاصل، خاصة في الحرب الاخيرة. تمام. كل القرارات قرارات السنوار. اتنين، ان هي ترى، ومعرفش هي جايبه ده منين بالظبط، انه علاقات السنوار بالقاهره افضل علاقه. هي ترى ذلك. كويس. وطبعا معروف ان السنوار لم يكن موجودا بدور قيادي في اوقات التوتر الذي جرى به في علاقات القاهره مع. طيب، الملاحظه الثانيه بعيدا عن ايران، ازاي رئيس المكتب السياسي يبقى محاصر في غزة وليس في حرية التنقل وحرية التفاوض وحرية الحركة حتى على الأقل، وهو على رأس المستهدفين بالاغتيال من الإسرائيليين؟ طبعا هو على رأس المستهدفين. هل ده يصلح لرئيس المكتب السياسي انه يكون مكبل الحركة كده؟ نمرة واحد، في الاستهداف كل قادة حركة حماس موضوعين على لائحة الاستهداف الإسرائيلي. تمام. ده واحد. اتنين، الحركة طبعا من خلال جناحها السياسي اعتقد كفيلة بنقل الرسائل عن السنوار. ثلاثة، فكرة انه السنوار على رأس قائمة المطلوبين، هو شخص لا يهاب الموت يعني، وربما هذا واحد من اثار اختياره. هو شخص يعني الحقيقة فريد. انا عنا لي يعني فيه، هو في قسوته وفي صلابته يبدو في وجوه ما شبيها بصدام حسين في بيئة اخرى يعني. يعني مشهور بالقسوة مع مخالفيه. مفهوم. لكن غريبة رد فعل الجيروزالم بوست، لأنه لحظة اختيار السنوار عملت حالة من الرعب في الأوساط الإسرائيلية. دي الرسالة الأساسية التي قصدتها حماس. لكن الذين ينقبون في معاني أخرى أهمها أنه لا جديد، صاحب القرار الواقعي أصبح صاحب القرار الرسمي. مفهوم. اتنين، فكرة ان الجناح العسكري اللي هو كتاب عز الدين القسام، وهو ليس موجودا في غزة فقط ولا في الضفة الغربية، موجود في لبنان وموجود في فلسطين كلها، اعلن تأييده لاختيار السنوار. اول مرة يجري هذا الاجماع على اختيار شخص، لانه تحول الى حالة رمزية معبرة عن المرحلة.